السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم هات أسئلة يا شيخ لو سمحت. تفضلي. السؤال الأول، أنا من حافظة القرآن في دار تحفيظ بحفظ أشخاص مغاربة التلقين، فأنا بضطر إني أرفع صوتي علشان هم ما يسمعوا، فأكيد صوتي ده مسموع للناس اللي في الطريقة وكده، فأنا عليا ذنب كده؟ صوتك يوصل في الشوارع؟ أيوة. لا، ما ينفعش كده، طيب ماشي. الأدب مطلوب شوية يعني، طيب معلش. ماشي. يعني المرأة تكون في البيت وصوتها مرتفع واللي في الشوارع يسمعوها بهذه الطريقة، يعني واغضض من صوتك. أكملي نعم. أكملي الآية، واغضض من صوتك، لن تستطيع أن تكمليها. السلام عليكم. اغضضي من صوتك شوية. واحدة داعية إلى الله أو محفظة القرآن تحفظ صوتها من جلجل في الشوارع؟ لا، في أدب شوية.